حسان حلاوي، مساء الخير. يسعد لي مساء. عمرك 56 سنة، حضرتك جرافيك ديزاينر، أنت من أبناء المسلك التوحيدي الموحدين الدروز، من الباروك قضاء الشوف، من سكان بقعتا. أمك رضية، أبوك توفيق، عندك إخوة إلهام وسهام وربيع وسمير وبسام، عندك ثلاث أولاد، فراس 27، سراج 21، وفرح 11. أنت موجود معي اليوم حتى تحكيني عن أنك كنت ميت، رجعت عشت، اختبرت الأرواح يلي سكنت بيتك، وبتعرف صار معك يعني كتير من الشعوذات بحياتك. أول شيء عندك شهوة بجسمك وقرأوا لك الطالع. مين قرأ الطالع؟ المرحومة والدتها للوالدة، ستي. يعني شو يعني قرأت لك الطالع؟ يعني عنا شيخ فضيل بيشرح الطالع، بس يخلق الطفل بيعرف شو بيصير معه، مثلا بيقرأ له بالحكمة عنه. قديه كان عمرك؟ يعني هيك ما بذكر قديه كان عمري بالضبط، بس حسب طيب ما هذه العلامة الفارقة بجسمك، شو خص الشهوة بي؟ هي هاي العلامة طالع. حسب ما خبرتني الوالدة انه شو كان يصير معي، شرحت لي طالع ستي على الموضوع هذا، قال بده يصير معي ثلاث حوادث وانجى منهم. رح يصير معك ثلاث حوادث وصاروا وصاروا وصلت للموت ورجعت. وين الشهوة موجودة بجسمك؟ بظهري. فرجيني. بس فين مايك؟ هون ولا هون؟ ايه هون على الكاميرا. بروم انت لونها هيك بيجع مني عند الإصابة، قريبة للإصابة. هيدي الشهوة؟ ايه. اوكي. فيمكن لأنه أنا شايفها يمكن شهوة. اوكي، فقالوا لك من قراءة الطالع انه رح تصاب بثلاث ازمات. انت انصبت برصاصتين وتقبلوا فيك التعازي، نزفت لانه شو صار بالبراد، براد الموتى؟ انا تصوبت رصاصتين، رصاصة تحت قلبي ورصاصة بظهري، فجرت ببطني وصار عندي نزيف داخلي. مين قوص عليك؟ بالاحدث الشيء اللي صار معنا، يعني قناص وما رعى الطريق، انا اكلت رصاص. أخذونا على الجامعة الأمريكية، كان مشاكل كتير وما حدا عارف مين عم بيموت ومين عم بيعيش. وصلت للجامعة على آخر نفس، غبت عن الوعي طبعاً، صار عندي نزيف داخلي، كل شيء هون لقدام، يعني فارت بطني كلياته، أكل رصاص متفجر. نزلونا على البراد من الآخر. في شخص هلا توفى، هو اسمه كمال ابو عايشه، صديق كان. نعم. بده يتاكد يشوف، وصل الخبر لاهلي انه انا توفيت. الكل صاروا يستقبلوا تعازي الا الوالده. بس اقاموا مجلس عزاء. مجلس عزاء، قلت لهم ابني ما مات. ما كانت تتقبل تعازي. واذ بينزل على البراد بده يشوفني اخر نظره، بيفتحوا له البراد بيلاقي أصابيع بيتحركوا. باللحظات هيدي حاسس بضباب، أنا فوق مني يعني غايب وواعي. ما قادر أحكي، مثل مخنوق، بس بشوف في شيء معبقني. بيرجع بيبعت ورا الدكتور جمال عيتاني، بحدد لك بالأسماء، كان هو دكتوري. بصير في مشاكل ضمن المستشفى، لا طلعوني ورجعوا عملوا لي عمليتي، اخذت 8 ساعات. بس كيف انت فجأة فتحت عيونك وعيت؟ فتحت عيوني وعيت انا، وايدي عم تحرك، يعني انا متت وعشت. يعني انا اذا بتشوف الوضع اللي كنت انا فيه، باردون بالكلمة، مصاريني لبرا، رصاصة بظهري ورصاصة تحت قلبي. المأزق الثاني هو انه السوريين بتقول انه خطفوك من نص بيتك وحبسوك، يعني رحت انسجنت بالسجون السورية. قد ايه وقت؟ 4 سنين و8 أشهر. شو شفت هونيك؟ اللي ما بينشاف. مثل؟ يعني هي إذا بدي أشرح لك بدي حلقة كاملة. ايه بس شو شفت؟ بس رح أعطيك إياها مختصرين. أول شيء تهموني تهمة باطلة. شو كانت؟ اللي كانت اليد اليمنى لياسر عرفات ورئيس شبكة التفجير بلبنان،
وانا ياسر عرفت ما بعرف الا بالمجلات. هاي اول وحده. اثنين فتت بعذاب كثير مش طبيعي، يعني غرفه بسينه. شو يعني غرفه بسينه؟ يعني اذا ما قلت لك بدها حلقه، يعني كيف هاي مثل برميل، برميلين فوق بعضهم بفوتون على البوم بالزلط، بسينه من برا بحطوا بقصولها على قد ديلا، بنشرح ثيابنا في ميكروفون اعترف بشدوا لها للبسينه بدلها بتصير تخرمش، بزتوا علينا سبيرتو. هاي ابسط الامور، هذه وجعتني كثير يعني. يعني تعذبت بالسجون السوريه اكثر ما بتتصور. كنت مصدق انك رح تطلع حي ترزق؟ لا، كنت قايل انه بالسجن السوري رح موت. انا عملت حسابي انه هاي نهايتي كانت، لانه انا رحت على اصعب فروع بسوريا. اي سجن؟ رحت من هون من بيروت على البوريفاج، من البوريفاج على عنجر، من عنجر على فرع التحقيق العسكري، من فرع التحقيق العسكري على المزة، من المزة لتدمر، من تدمر لصدنايا. في ناس ماتوا انت هون؟ شفت ناس عم بيموتوا؟ ايه. واللي بيموت بالسجن ما كانه شي حشره، داخل مفقود والخارج مولود. كيف طلعت؟ كيف عجوبة؟ عجوبة، أكيد عجوبة، يعني بيرجع الفضل لرب العالمين وللوالدة. شو عملت؟ يعني صارت تبوس أيد العالم كلياتها، لو وصلت لمرحلة إنه طلعوني من السجن. من خلالك بدنا نحيي كل اللبنانيين يلي بعدهم موجودين أو مفقودين أو معذبين بالسجون السورية. مش بس بالسجون السورية، كل سجن عربي بهالطريقة هاي الله يعين لي بقلبه. ثالث أزمة يلي هي كمان لافتة ملفتة جدا، كمان هيدي حسب الشهوة وقراءة الطالع. أنت تؤمن بقراءة الطالع طبعا. أنت رحت على بيت، سكنت ببيت مسكون من قبل الجن، صح؟ 100%. مزبوط أنه كل ما تصير الساعة 9 صبح ومساء والساعة 5 تسمع حدا بيخبط على الحيط، ضربة على الحيط، يعني بتطلع بهالشكل هيك. المحل ما بيطلع الصوت في غرفة فاضية، ما فيها حدا، ما في جيران لنقول مثلا عم بخبطوا أو شيء. الأصعب من هيك هذا يمكن إنه بس أنت لوحدك كنت تسمع يتهيأ لك؟ في كذا، في عائلتي بالبيت، في عندي ناس يعني أصدقائي فاتوا لعنا يسمعوا مثلك. سمعوا واندوخوا وهربوا، ما عادوا فاتوا لعنا. وين البيت؟ ببقعاته. بس بعتذر ما في حدد، لأنه يمكن مشان ما نضر أصحاب البيت يعني. بس رح فرجيك شغلات. إذا البيت مسكون إيش عم تضر أصحاب البيت؟ عم بتنفع ال 100%. بتدفع المستأجر. لو لك اللي صار معي إنه شغلة مخيفة. أنا عندي بوبي صغير حاطه بالغرفة، بس صدقا ما في يعني ما في شيء. كيف هاي فاضي؟ غرفة فاضية، ما في يعني حتى لعلبة مي ما في. نعم، ما في شيء يأذيه. رحت زيارة لعند ناس أصدقائي أنا وعائلتي، رجعت على البيت لقيت البوبي نايس هيك بالأرض والدم عم بشرشل من إيديه. جبت بتدين وهالقصص، نظفت له. إذا بتشوف من هون بتقول ما مشطب بالشفرة، الإيديه وإجريه مشطبين تشطيب وعم يطلع منهم دم للكلب. إيه، وهيك ولابد لبدة. يا ريت صورته يعني يومتها أنا. تاني يوم الصبح والله وحياة أولادي ما في شيء، لا في دم ولا في جرح ولا مبين عليه أي شيء. العائلة شو قالت لما يسمعوا هالخبيط؟ خوف. قديه سكنت بهالبيت؟ تقريبا شيء 3 شهور. وهربت؟ شو هربت؟ لو بدي اسمع على الطريق ما رجعت لقيت فيه على التدخيتي عملة، ولقيت في حجابات كذا حجاب، ولقيت في شقفة فيها دهن مش لإلي طبعا، هول معمولين فيها دهن، قطع دهن وشعر ودبابيس والقصص هيدي. حسان اللي بيسمعك عم تحكي عن قراءة الطالع، عم تحكي عن انك مت وعشت والانس والجن، شو بيقول عنك يعني؟ اول شيء بيتحشوك الناس، بيخافوا منك؟ لا بالعكس، انا عم بحكي حقيقه، انا ما عم ببالغ ولا انا جاي لاعمل. في ناس بيقولوا انه عم ببالغ، اللي بده يقول هذا رايه. انا بالنسبه لي هذا الشيء صاير معي، ماني مضطر لا اني اعرض حالي على التلفزيون ولا اكذب ولا شيء. عم تسالني وعم بجاوب، انا هذا الشيء صاير معي.
صيبة العين كمان نالت منك، كيف؟ هيدي يعني الطفل بضل يذكر شغلات كتير. أنا بطفولتي في جيراننا، كنا ساكنين منطقة اسمها سيدة الجنزير، جارة عم بتقلها للوالدة المرحومة الوالدة، قالت لأي عنقود عنب بدك؟ ما في أقوى من العين، واللي بيقول لك ما بآمن بالعين قال له أنت سوري يعني ما بتفهم. العين بتفلق الحجر أبدا، ومذكورة بالقرآن الكريم، العين الحسود لا يحسد. إيه؟ قالت له كيف بدك تطلي هيدا؟ قالت له أنت عيني لا يا بدك، قالت له هيدا. عملت هيك نزل عنقود العنب، أنا خفت طفل وخفت، وبعدها لحد هلا كان قدامي. القرآن الكريم قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. إذا حسد، صدق الله العظيم. قصتك مع الجن في تابع لإلها، أنت وخطيبتك كنتوا عم تتمشوا وسمعت صوت 100%. من وين الصوت؟ كنت ماشي أنا وخطيبتي بمنطقة اسمها عرمون. نعم. عم نتمشى يعني في محل مثل ودايا، بسمع صوت طفل صغير عم بيصرخ. بعد دينت هيك ما في يعني هالمحل هذا ما في. أنا عندي نوع من الفضولية أو الحشرية لأعرف كل شيء. وديت خطيبتي ورجعت. إذا بده يصير شيء ما بحب تكون موجودة بالوضع. صرت راقب. ساعة يطلع صوت مرة بصريخ، ساعة يطلع صوت طفل. لا وصلت لمكان معين طلعت لي مرة شعرها، إذا بقول لك يا رب تسامحني، شيء مخيف شيء مخيف هيك شعر منفوش، ضفيرة طوال. يمكن هلا يمكن اللي عم يسمعني يقول عم ببالغ. أنا من الناس اللي بيقولوا أكيد عم ببالغ. هذا ضفيرك طوال، ضفيرة طوال، ضفيرة طوال، بس إجريا إجرين معزي. امرأة إجريا إجرين معزة 100%. وأنا أتحدى أتحدى اللي بيقول لي ما في هالشيء هذا، لأنه أنا شوف عيوني شفت. شو هيدي؟ شو خب رحت عند حدا فسر لك مين هاي؟ فسروا لي قالوا لي هيدي بالتعميق مثل حبة كبة بتصير مثل وسخ البقر، لا يشدوك لألهم، بيأذوك يعني، بيصير في بيدخل فيك الجان من وراهم. بسموه الشيب؟ الشيبة. الشيبة هو فصل نوع عن فصيلة الذئاب. حتى مرقت وحدة بالباروك، منطقة الباروك، وفاتت على بيوت وقتلوها. الشيبة. ايه. هذا تثبيت لكلامي. من فصيلة الذئاب المفترسة. ايه. فأنت شفت هل، طب ليش أنت؟ ما بعرف. اسأل رب العالمين، بتسألني رأيي. أنا طلعوا بوشي. بس أنا في عندي شغلة حتى قايلين لي إياها. إذا بتلاحظ بالكف في ناس شافوا لي كفي، عندي 18-81. أنا كمان. أوكي أنت كمان، بس طلع في عندك شيء مسكر، عندك شيء مفتوح. فيهم هول 99 اسم أسماء الله. أنا كمان 99. أنا ما بس اطلع حسب ما قالوا لي، في شيء عندك مسكر، أنا عندي كل شيء مفتوح هون. يعني ما بيأثر علي. يعني هيدا اللي بسموه نجم ومش خفيف. انا نجمه قوي مني خفيف. يعني هالشغلات هيدي ما بتأثر. طب بمسلسل حياتك يبدو انه مسلسل عذاب، مفاصل الحياه، شو ناطرك برايك بعد؟ او شو الرساله يلي عندك اياها انت؟ شو مطلوب منك؟ ليش بتسائب لك انت انه بتموت وبتعيش، انك بتتعذب بالسجون وبترجع؟ مش ضروري، بس انا مطلق انسان استاذ نشان، مطلق انسان ممكن يصير معه هالشيء. انا سألت وجاوبت شيء صار معي وحبيت أطرحه. يعني مشان بتخاف؟ لا. بتخاف إنه تكون ممسوس بالجن أو؟ لا لا لا، أنا نجمة أوي ما بخاف من شيء. أنا أتحدى، أنا أتحدى ما بخاف، مثل ما بتقول أنا هيك المرء. أنت هيك المشايخ الدروز رحت لعندهم، تعرف ناس منهم، خبرتهم؟ طبعا. شو بيقولوا لك؟ بيقول هذا الشيء مزبوط، يعني ما مش انه بعيد عن الواقع. بس انت نجمك او ما بيطلع لك شيء. كيف علاقتك مع ربنا؟ الحمد لله. صلي له، شو بتقول له؟ طبعا بطلب انه ربي يغفر لي على طول.
في ناس بيقولوا إذا عم يسمعوا، في ناس بيقولوا يا خي يمكن موهوم حسان من باب الوهم، يمكن بده علاج نفسي، قد يحدث إنه الناس عم بيقولوا هيك. أنا أساساً مش ضد علاج النفسي. نعم. كل إنسان على الكرة الأرضية لازم يراجع طبيب نفسي. بس أنت بتقول إنه أنت اللي بتخلص ذاتك. أنا بخلص ذاتي، أنا عم بقول لك مش ضد إنه كيف في طبيب نفسي. كل إنسان معرض يوصل لأي مرحلة بحياته فيها صح وفيها غلط وفيها خوف. مش إنه الدكتور الصحة شو بيختلف عن دكتور نفسي؟ إنه هذا لأنه دكتور نفسي عم بيعالجك، عم بيعطيك رياحة نفسية، هذا غلط. والدكتور اللي مثلا عم بيعطيك حبة بانادول أو شيء، هذا صح. ما كلهم دكاترة. أنا مش ضد، بس أنا ما بخاف من شيء عم بيصير معي لأنه أنا عم بعالجه. يعني الناس اللي بيقولوا أنه قد تكون هذه تهيؤات، أنت تدحض هذا النوع من التفكير، بتقول أنه لا، مش توهمات، هذا واقع صار معي. وأنا عم بقول لك أتحدى، مش واقع بس أنا أتحدى. أنا عم فرجيك هاي إصابتي موجودة، هاي العلامة بجسمي موجودة، هاي انسجنت بسوريا موجودة. قلبك شو بيقول لك؟ شو ناطرك بعد؟ أنا الخير لقدام بإذن الله. خير بمعنى المفاجآت السارة؟ إيه بإذن الله. أنا بعد ما خبروني أهلي إنه عن شرح طالع، بدي أنجى من هالشي اللي صار معي وصير عندي يعني شأن مرتب. على أمل الحياة تهديك أيام أكثر استقرار، هادئة أكثر. وما بدي أحكي عن قراءة الطالع، بدي أحكي عن حظك يكون وافر كتير وتعيش حياة سعيدة. شكرا لك حسان. الله يخليك. شكرا. أنا شرفت معرفتك.